احنا خلصنا الهيموبليجيا والبارابليجيا والبلاد سبلاي والبرين، تمام. اهم فيهم الهيموبليجيا كامتحان والكوز اوف هيموبليجيا والستروك. البارابليجيا يعني كوزز اوف بارابليجيا لو جه ام سي كيو يعني، انما الهيمي لما نيجي نتكلم الهيموبليجيا والكوز اوف هيموبليجيا تيجي في الاولويه عن الايه، عن البارابليجيا. طيب النهارده هناخد نبدا كده تعريفين ثلاثه كده، تمام، وناخد هنت على السبونديولوزس والسياتيكا، مع ان دي موضوعات في النيورولوجي، ايوه، بس في النيوروسيرجري اكتر. وبعدين ندخل بقى على موضوعين مهمين جدا النهارده، موضوع اللي هو الموتور نيورون ديزيز ده مهم، وموضوع الباركنسون ديزيز والاذر اكسترا بيراميدال، وده موضوع مهم برضه، لان دي اسئله امتحانات بقى. باركنسون ده سؤال نظري، سؤال عملي، يعني هو العملي يجي اكتر في الكبار، انما العملي تعال نقول ان هو العملي بالنسبه للصغيرين الهيموبليجي سنه خمسه يعني، تمام. العملي بالنسبه للماجستير والدكتوراه كل حاجه، انما الباركنسون تيجي كيس جت كيس قبل كده، بتيجي اسئله ام اس كيو. الموتور نيورون ديزيز يجي اسئله ام اس كيو اكتر، لانه ككيس ما فيش كلام في الايه، في التريتمنت ككيس يعني، تمام. طيب نقول النهارده يعني ايه، في تعبيرين كده او ثلاث تعبيرات هتقراهم، كودا إكوينا وكونس ميدلاريس وإيبيكونس. كودا إكوينا وكونس ميدلاريس اسمها إيبيكونس. كودا إكوينا عبارة عن collection of lambosacral roots in the lower part، collection of lambosacral roots عبارة عن lambosacral roots، عمل لنا الايه كودا إكوينا. طيب الكونس ميدلاريس ده الاس 3 lower segment اس 3 4 5 الكونس. الابيكونس اللي هي الفور سيجمنت اباف كونس ميدلاريس، فور سيجمنت اباف كونس ايه، كونس ميدلاريس اللي هي ال 4 5 اس 1 2 ال 4 5 اس 1 كونس كودا اكوينا لامبوسيك. عشان لما اقول لك كودا اكوينا ليجن ده معناه ان في حاجه عملت كومبريشن على اللامبوسيكرال ايه؟ على اللامبوسيكرال روت. ايه اللي يعمل كومبريشن على اللامبوسيكرال روت؟ اما ديسك برولابس وده كومن طبعا، او تروما. طيب ايه تاني؟ نفس الكوزز بتاعت الايه؟ بتاعت البارابليجيا، تي بي اوف ذا سباينال بوتس ديزيز او مالجنسي، سواء كان برايمري كومبريشن فروم ذا بون للاوستيوساركوما، او سكندري ديو تو ايه؟ ميتاستاتيك فروم اني برايمري. او حاجه اسمها لامبر سبونديروزس، وده ديجنريتيف ديز اوردر هنقوله دلوقتي. طيب لما يحصل كومبريشن على الكودا اكوينا اللي هي لامبوسيكرال روتس، ايه اللي يحصل؟ هيحصل مانيفستيشن لور موتور نيورون، مفيش ابر موتور نيورون خالص، لور موتور نيورون ات ذا سايت اوف ايه؟ كومبريشن اند بيلو ذا كومبريشن، بيحصل مينلي في الايه، في اللور ليم، اللي هو ممكن يديني البيكتشر بتاعت الايه، بتاعت السياتيكا، تمام. في الاول يديني بين، بنقول عليه الراديكولار بين في الديستريبيوشن او ذا فيمورال او سياتيك ايه، في الفيمورال او سياتيك نيرف، في الفيمورال او سياتيك ايه نيرف. بعد كده البين مع الكونتينيوس كومبريشن يعمل لي راديكولار سنسوري لوس، يحصل سنسوري لوس في الديستريبيوشن السياتيكا او الايه، او الفيمورال. طيب الموتور مانيفستيشن يدينا لور موتور نيورون ويكنس، هايبر لور موتور نيورون ديستريبيوشن،
weakness, hyporeflexia, تمام؟ وهايبو ايه؟ وهايبوتونيا، هايبوتونيا. برضه بيعتمد على الافكتد، على الافكتد، على الافكتد روت. تمام؟ طيب في السيفير كيسز بيبقى في حاجه اسمها اوتونوميك سفنكتريك ديستربنس، سفنكتريك مانيفستيشن، اوتونوميك سفنكتريك ايه؟ مانيفستيشن. بيحصل البلادر بتبقى ممكن تبقى اتونيك بلادر، يعني ما فيش كونتراكشن خالص، او ممكن يبقى اوتونوميك بلادر، هي ايه اللي هو الكونتراكت سبونتينيوسلي، العيان ما يقدرش ايه يتحكم في الايه في الـ في اليورينيشن. تمام. طيب يبقى ده الكود اكوين والتريتمنت الانفستيجيشن اوف ذا انفستيجيشن بتاعت الايه بتاعت البارابليجيا والتريتمنت تريتمنت اوف ذا كوز. لو التي بي يبقى بوتس ديزيز، لو اسف لو التي بي يبقى انتي تي بي، سيرجيكال ديكومبريشن، سبونديلوز سيرجري، تروماتيك سيرجري. تمام. تريتمنت ايه؟ تريتمنت تريتمنت اوف ذا كوز. تمام. طيب نروح على السبونديلوز. Spondylosis, the degenerative changes في intervertebral disc. عشان كده بنقول ده موضوع جراحي. معظم العينين يقولوا يروح للجراحة طبعا. في الأول يروح للنيورو عشان البين. تمام؟ بعد كده يبقى يتحول للجراحة عشان خاطر الإيه؟ عشان خاطر بقى لو في surgical intervention أو في follow up بعد كده يحصل surgical intervention. يبقى ده عبارة عن degenerative change progressive, chronic progressive في الانترفيرتبرال اي ديسك. اكتر انترفيرتبرال ديسك بافكتد لو الفريلي فريلي موبايل، لو ال4 ال5 او ال5 اس1 او ال5 ايه اس1. تمام. طيب تاني حاجه بعد اللمبر يجي السيرفايكل. سيرفايكل عشان فريلي موبايل فبيحصل فيها ايه سبونديلوز. تمام. بيبقى اكتر في الـ في الاولد ايج، العيانين اللي عندهم شغل محتاج يعني هيفي ليفتنج، اللي هو بيحصل فيه تروماتيك افكشن. تمام. او ستريسفول اوكيوبيشن. طيب بيحصل كومبريشن لما يحصل فيه ديجنريتيف تشينج. هو الانترفيرتبرال ديسك عباره عن الجزء السنترال بتاعه الديسك، الجزء السنترال بتاعه اسمه نيوكليوس بالبوزوس، والجزء اللي من بره اسمه الانيولس فايبروزوس، اسمه الايه الانيولس ايه فايبروز. بيحصل ديجنريتيف تشينجز في الانيولس فايبروزس، فبيحصل بولجينج للنيوكليس ايه او هيرنيشن اوف ذا نيوكليس بالبوزس، ايا كان هيرنيشن بقى لاترال او انتيرير او ايه او بوستيرير. طيب فالعيان يجي لك بالبرزنتيشن على حسب الايه الديجري اوف كومبريشن، الديجري اوف كومبريشن. تمام. يجي لك زي البارابليجيا بس ما فيش ابر موتور نيورون مانيفستيشن الا لو حصل في السيرفايكال، السيرفايكال ايه سيرفايكال ريجن. تمام. ده نمره واحد. نمره اثنين لو حصل بوستيرير برولابس يجي لنا بقى بالايه بالابر بالسباينال سباينو ثلاميك والبوستيرير كولم والبيراميدال ايه بيراميدال تراك. يعني ممكن يجي لي بالانتيرير روت كومبريشن يدينا لور لور موتور نيورون ليجن. نمره اثنين يجي لنا بالبوستيرير روت كومبريشن هيدينا ايه loss of ايه pain and temperature. نمرة ثلاثة يجي لنا بقى بالpyramidal tract ده advanced pyramidal tract اللي هو upper motor neuron lesion below the level of the lesion. نمرة أربعة ده في severe condition ال posterior column بقى column يدينا loss of a posterior colon, loss of deep sensation with deep reflexes. نمرة خمسة الـ spinothalamic
ادينا sensory loss below كل ده ايه؟ below the level of the lesion. below the level. لما usually at the level lower motor neuron lesion او decrease في pain and temperature due to posterior root. ده هنا بيبقى root compression هنا tract compression. pyramidal tract او posterior tract او posterior column تمام؟ والسبينوسلاميك ايه؟ سبينوسلاميك تراكت تمام؟ انفستيجيشن نفس الانفستيجيشن بتاعت الباراپليجيا تعمل لي سي تي وام ار اي واكس راي ما فيش مشكله. تريتمنت تريتمنت اوف ذا كوز غالبا الكوز هنا ايه؟ ديسك برولابس يبقى بتعمل ايه؟ سيرجري بس تفاصيل السيرجري مالناش علاقه بيه لان احنا بن ايه بنبعته للايه للعيان. طيب هل في ميديكال تريتمنت؟ ايوه بندي انالجيزك ماسل ريلاكسنت فيزيوثيرابي تمام لحد ما ايه ما يروح للايه للسيرجري. طيب امتى العيان يروح للسيرجري على طول؟ اهم حاجه لما يبقى في كومبريشن مانيفستيشن. ايه الكومبريشن مانيفستيشن؟ ممكن تبقى موجوده لو في motor or sensory affection the most important نمرة واحد نمرة اثنين severe pain دول the most important indication severe pain not improved by medical treatment sensory or motor affection late بقى بيحصل ايه autonomic bladder affection the very late and very rare in severe cases. طيب يبقى ده السبونديلوز. سبونديلوزس يعمل لنا لما يحصل لما يضغط على ال 4 ال 5 اس 1 2 3 ده يدينا بقى ايه بيكتشر اوف سايتيكا. بيكتشر اوف ايه؟ اوف سايتيكا. يبقى الموست كومن كوز اللي هو ديسك برولابس. موست كومن كوز ديسك برولابس. ديسك برولابس ممكن يبقى تروماتيك او ديجنريتيف تمام. طيب في حاجات ثانيه تعمل كومبريشن؟ ايوه لو في نفس الكوز بتاعت الايه؟ الكودا ايكوينا تمام. يبقى في غير الديسك برولابس غير بقى المالجنسي سواء كان برايمري او سكندري ميتاستاتيك تمام. نمره ثلاثه يبقى البوتس ديزيز تمام. تروما تعمل لي فراكشن سباين نفس الاسباب اللي ايه اللي اتقالت قبل كده. الموست كومن كوز الديسك برولابس يوجوالي ديو تو لامبر سبوندلوز. اللامبر سبوندلوز قلنا من شويه ان ده حاجه كرونيك انما الديسك برولابس ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى اكيوت. يبقى ممكن نقول اكيوت ديسك برولابس والكرونيك ديسك برولابس الموست كومن كوز. كرونيك ديسك برولابس اللي احنا بنقول عليها السبونديلوزس. ناخد عليه ايه؟ ايه السبونديلوز تمام. المانيفستيشن نفس المانيفستيشن بتاعت ال بتاعت ال بتاعت السبونديلوزس ما عدا ان بنزود على العيان يجي لك بقى جاي لك بالسايتيكا بيكتشر اللي هو البين نفسه بقى. بين اند سنسوري مانيفستيشن ان ديستريبيوشن اوف سايتيك ايه؟ اوف سايتيك نيرف تمام. ال بيأفكت اللور موتور ويكنس بياخد ايه؟ بياخد الانكل تلاقي الانكل ريفلكس ويك في سيفير كونديشن بيبقى ايه؟ بيبقى لوست ويكنس اوف ذا مسل سبلايد باي ذا نيرف اند ويكنس اوف ذا انكل ايه؟ انكل ريفلكس. لا ده ممكن في سيفير كونديشن تلاقي الانكل ايه؟ الانكل ريفلكس لوست. خد بالك ان البين ديو تو سبونديلوزس او البين ديو تو اللي هي التروماتيك او الديسك برولابس بيزيد باي موفمنت اند امبروفد باي ريسك بيزيد باي موفمنت اند امبروفد باي ايه؟ دايما البين بيبقى سنسوري throbbing as throbbing pain في الباك اوف ذا ايه؟ back of the thigh radiating في الباك اوف ذا thigh associated with or without back pain associated with or without a back pain تمام. الاكزامينشن نفس الانفستيجيشن بتاعت الايه؟ السبونديلوزس
والتريتمنت نفس الكلام، تبدا ميديكال فيزيوثيرابي لو مفيش تحسن بتعمل ايه سيرجيكال، سيرجيكال تريتمنت. تمام. طيب دول كلمتين بصوت كده ما بيتسالوش كتير او ما بيجوش تاري. الموضوع المهم بقى اسمه موتور نيورون ديزيز. موتور نيورون ديزيز ده ممكن يجي لنا ايه ام سي كيو. تمام. الموتور نيورون ديزيز ده تلاقي العيان جاي لك بيكتشر دايما في الامتحان كده، اول ما تلاقي العيان جاي لك بيكتشر بتاعت ابر موتور، سوري جاي لك بيكتشر اوف ابر موتور نيورون ليجن ومعاها في نفس الوقت لور موتور نيورون ليجن مش واخده سبيسيفيك ديستريبيوشن، يعني ايه؟ يعني الموضوع مش ماشي مع الباراكليجي تمام؟ ولا ماشي مع الهيمبليجيا. يعني احنا قلنا في السباينال هيمبليجيا بيبقى في لور موتور نيورون ات ذا ليفل وابر موتور نيورون بيلو ذا ليفل، انما هنا هتلاقي العيان عنده مانيفستيشن بتاعت الابر موتور نيورون ليجن مثلا في الابر ليم مثلا، ولور موتور نيورون ليجن ممكن تلاقيها في الايه؟ في الابر ليم او اللور ليم. ومعاه حاجه مهمه جدا اسمها الايه؟ الفاسيكيوليشن. ده مفتاح العيان. اول ما تلاقي عيان بابر بيكتشر اوف ابر موتور نيورون او لور موتور نيورون او فاسيكيوليشن، وخد بالك اللي ابر موتور نيورون ممكن تبقى في الديستريبيوشن بتاع البريفرال نيرف تمام؟ اللي هو بريفرال، او تبقى في الديستريبيوشن بتاعت الكرينيال نيرف. اللور موتور نفس الكلام ممكن يبقى في الديستريبيوشن بتاعت الكرينيال نيرف او الايه؟ او اللور ايه؟ او البريفرال نيرف. الفاسيكيوليشن ممكن يبقى في الايه؟ في الكرينيال كرينيال مسل او في الايه؟ في البريفرال ايه؟ البريفرال مسل. يبقى لما تلاقي عيان جامع لك ما بين الابر موتور واللور موتور والفاسيكيوليشن تمام، يبقى غالبا ده موتور نيورون ديزيز، ودي بتيجي فيري رير في الامتحانات الكيس يعني، عشان لو جت بتيجي لك التيبيكال بيكتشر انا ما ينفعش يجي لك الاتيبيكال، يعني في رير برزنتيشن موتور نيورون يجي لك بابر موتور نيورون بس او لور موتور نيورون بس تمام ويز او ويزاوت فيسكيوليشن جميل، او يجي لك كرينيال مانيفستيشن بس، ده بيبقى صعب علينا. انما اللي بيجي لنا كاندر جراديوت بيبقى الايه؟ تيبيكال بيكتشر ابر موتور نيورون لور موتور نيورون and fasciculation، ودي مهمة. أول ما تلاقي fasciculation في العيان يبقى ده motor neuron disease. يبدأ في السن الصغير دايما سواء كان ميل أو في ميل، وبقى gradual onset progressive course لأن ده degenerative disease للanterior horn cell. خد بالك إن الموتور نيورون disease ده degenerative condition للanterior horn ايه؟ horn cell. طيب الابر موتور مانيفستيشن زي البيراميدال بالظبط. الابر موتور نيورون ليجن نمره واحد تبقى بيراميدال برزنتيشن، بس خد بالك انا قلت لك من شويه انها مش واخده سبيسيفيك ديستريبيوشن، تبقى ايه؟ بايلاترال مانيفستيشن. تبقى بايلاترال ايه؟ يعني العيان ممكن يبقى عنده بايلاترال ابر موتور نيورون ليجن او بايلاترال لور موتور نيورون ليجن اللي هي ايه؟ اللي هي سباستيك ايه؟ باراكليجي او سباستيك كوادريبليجيا، يعني الاربعه ايه؟ الاربعه الفور ليمز تمام. ممكن يبقى معاه بلبر سيمتومز او سودو بلبر. سودو بلبر ده الابر. سودو بلبر ايه؟ سودو بلبر مانيفستيشن تمام. ده الابر موتور نيورون. بس خلي بالك دي مهمه جدا ان انت تلاقيه بايلاترال، لان لو يونيلاترال لازم تاكسكلود الايه؟ الهيمبليجيا. نفس الكلام العيان اللور موتور نيورون برزنتيشن. لور موتور نيورون بيأفكت الانتير هورن سيل فيعمل لنا ايه؟ فاسكيوليشن تمام؟ او يأفكت الكرينيال نيرف نيوكلياي. خد بالك الانتير هورن سيل بتساوي النيوكلياي بتاعت الكرينيال نيرف. الانتير هورن سيل دي بتاعت البريفرال نيرف، والكونيوكلياي كرينيال نيرف نيوكلياي دي بتاعت الكرينيال نيرف
تمام. فعشان كده بيبقى في فاسيكوليشن في البريفرال مسل، او فاسيكوليشن فين؟ في الكرينيال. ايه؟ كرينيال مسل. طيب اللور موتور نيورون ليجن ادينا بروجريسيف اتروفي عشان لور موتور، تمام؟ فبنقول عليه بروجريسيف ماسكولار اتروفي. بروجريسيف ايه؟ ماسكولار ايه؟ اتروفي. طيب في البريفرال نيرف ادينا الايه؟ البلبر، البلبر بولسي. وقلنا الفرق ما بين البلبر بولسي المره اللي فاتت والسودو بلبر، تعال نقولهم تاني عشان ده مهم، تمام؟ السودو بلبر، السودو والترو بلبر، ترو بلبر. السودو ده عباره عن ابر موتور نيورون ليجن، الترو بلبر ده لور موتور نيورون ليجن. ده بيبقى معاك غالبا السودو بلبر، خاصة في العيانين الموتور نيورون ديزيز ممكن يبقى معاك كوادريبليجيا. أربعة. لما هنا نو أبر موتور يبقى مفيش كوادريبليجيا. طيب هنا اكزاجريتد ريفلكس، أي ريفلكس؟ الباليتال ريفلكس أو الفرنجال ريفلكس. هنا الريفلكس كلها لوست، تمام. هنا الاكزاجريتد كمان الجو ريفلكس، هنا الجو ريفلكس بيبقى لوست، تمام. التنج بيبقى في السودو بلبر نو فاسيكوليشن، ان ذا ابر موتور نيورون نو فاسيكوليشن، انما في الترو بلبر في فاسيكوليشن في التنج، ودي مهمه، مهمه جدا. طيب العيان خد بالك ممكن يجي لك بالابر موتور او اللور موتور، وان التيبيكال برزنتيشن يجي لنا بالاثنين ابر موتور نيورون واللور موتور نيورون، ودي اللي بتيجي في الامتحان. ده اللي بنقول عليه ايه؟ اميوتروفيك، وده الموست كومن برزنتيشن، موست كومن تايب. اميوتروفيك لاترال سكليروزس. ممكن تيجي لك سؤال ام اس كيو اميوتروفيك lateral sclerosis، amyotrophic lateral ايه؟ lateral sclerosis، تمام. ده upper motor neuron مع lower motor neuron. التريتمنت دايما نون سبيسيفيك، مالتي فيتامينز، انتي اوكسيدنت، واهم حاجه الفيزيو ثيرابي. الفيزيو، فيزيو ثيرابي. طيب يبقى الموتور نيورون ديزيز ده مهم. ام سي كيو كتير، لو جت كيس بقى سهله. لما تلاقي عيان عندك ابر موتور نيورون مع لور موتور نيورون، ده كلينيكال دايجنوزس، خد بالك مفيش سبيسيفيك انفستيجيشن بتتعمل عشان تشخصه. ده ايه؟ كلينيكال، ايه؟ كلينيكال دايجنوزس، تمام. طيب نروح على الموضوع الثاني المهم جدا بعد الهيميبليجيا. احنا قلنا في النيورو عندنا اربع موضوعات مهمه. الهيميبليجي يعني ما ينفعش تدخل الامتحان النظري او العملي او الشفوي. ممكن متذاكر الهيميبليجي، لا مش مذاكر، حافظ الهيميبليجي او الباركنسون والجوانبري، ده مهم جدا في النظري، باركنسون جوانبري والانفكشنز، سي ان اس انفكشنز. بيجي بعد كده الهيدك، كلمتين على الهيدك، كلمتين على الايه؟ الابيليبسي، تمام. دول بيتكرروا في الامتحان كتير جدا، ممكن دول شويه يتحطوا في الليست، بس لو بترتب يبقى ده الترتيب. حتى في الام اس كيو برضه، هو الامتحان معظمه هيبقى ام اس كيو، كله ام اس كيو، بس ايه، بس يعني نعمل حسابنا عشان خاطر كمان الشفا والعمل. طيب الباركنسون ديزيز دي مشكله في الايه؟ اللي هو اسمه الشيكينج بولس. الباركنسون ديزيز ده بتبقى مشكله في الايه؟ في البيزل جانجلي، ده اللي احنا بنقول عليها الاكسترا بيراميدال سيستم. اكسترا بيراميدال عباره عن اكتر حاجه السيريبيلوم
cerebellum. والبيزل والنيوكليوي اوف ذا بيزلي بيزنج. طيب البيزل جانجليا ليجن بيدينا المانيفستيشن بتاعت الايه؟ الباركنسون ديزيز اللي هو احنا بنقول عليه الشيكينج بولسي. شيكينج يعني في ويكنس في المصل تمام، او في سباستيستي في المصل تمام، بس العيان ايه، بس العيان عنده اسف ما اقولش سباستيستي اقول ريجيديتي تمام، بس العين عنده ايه تريمورز. عشان كده باركنسون ديزيز انت بنلقط عيان باركنسون لما يبقى عنده تقريبا كولكشن لثلاث حاجات. في ستاتيك تريمورز ريجولر، ستاتيك تريمورز static يعني during rest. في bradykinesia يعني الحركة بتاعته بطيئة زي bradycardia ضربات القلب بطيئة. وفي hypertonia اللي احنا بنقول عليها ايه rigidity. rigidity تمام. طيب الموضوع كله بيحصل deficiency في الدوبامين، دوبامين content of the basal ganglia، دوبامين content of the basal ganglia. ممكن يبقى idiopathic unknown، أو ممكن يبقى post inflammatory post encephalitis أو meningitis، أو ممكن يبقى post stroke infarction vascular تمام، أو post trauma repeated trauma في العيانين الايه محمد علي كلايف. افتكر محمد علي كلايف البوكسرز ده بياخدوا ريبيتد تروما في الايه في البوكسرز بيجي لهم يعني بيبقى عرضه اكتر للباركنسون ايه باركنسون ديزيز. العيان بيجي لنا بالثلاث حاجات اللي احنا قلناهم من شويه، التريمورز وبتبقى ستاتيك، والبراديكاينيزيا لو بطء في الحركه تمام، وزياده في التون هايبرتونيا. هايبرتونيا في الابر موتور نيورون مانيفستيشن بنقول عليها سباستيستي اللي هي اللي زي كلاس درايف مثلا اللي هو يشد معاك في الاول بعد كده يرخي اكنك بتفتح ايه بتفتح مطوه كلاس درايف. انما هنا الهايبرتونيا او الريجيدي اول ثرو زي ليد بايب اكنك بتفرد انبوبه مليانه ايه مليانه رمل وبتفردها بالراحه، او انبوبه ايه انبوبه دايما بتفردها واحده واحده بتفرد حاجه واحده واحده تمام كونتينيوس وببطء. انما ما بيحصلش فيها الرابيد ريليز اللي بيحصل في الايه كانك بتفتح زي الايه زي المطور. طيب الاستاتيك تريمورز بتبقى ريجولر تمام، اكن الايه اكنه ماسك سبحه بيل رولينج بيل ايه بيل رولينج، بتزيد بالستريس وتقل بالفولنتري موفمنت. اشمعنى بتقل بالفولنتري موفمنت؟ لان وقت الاكشن او وقت الفولنتري موفمنت مين اللي ياخد الابر هاند؟ من اللي ياخد ابر هاند في الكنترول اوف مصل الايه السيربيلم. السيربيلم لما يجي ياخد ابر هاند، لما تيجي تاخد حاجه مثلا تشيل كوبايه او تعمل حاجه، السيربيلم هو اللي بيجي بالكنترول. عشان كده بتلاقي التريمورز اختفت وقت الاكشن وزادت وقت الايه وقت الستريس، وهي ريجولر بيل ايه بيل رولي. طيب البراديكاينيزيا يعني الحركه بتاعه المصلز بطيئة، تلاقيه يمشي حاجة اسمها ايه ال جسمه مشبث في بعضه، يعني ايه مفيش swinging movement. ده نمرة واحد. نمرة اتنين تلاقيه ماشي بالايه بالشفلنج جيت. شفلنج جيت دي براديكاينيزيا يعني يمشي ما يقدر ما يرفعش رجله من الارض، يحك في الارض تمام. دي بتسبب البراديكاينيزيا وتسبب الريجيديتي والهايبر ايه هايبرتون. وتلاقي المسلز بتاعت الفيس ما فيش اي اكسبريشن، بنقول عليها الماسك فيس او الاكسبريشنلس. السبيتش الكلام بتاعه تلاقيه واخد نفس التون تمام، لان المسلز ليها ايه ما فيش كونتراكشن ومفيش ريلاكسيشن بالايه زي البني ادم الطبيعي، فما بيغيرش التون. انما هنا مونوتونس سبيتش ماسك فيس ولوس اوف سوينجينج اكشن ديورينج
during walking. طيب نمرة ثلاثة الهايبرتونيا والريجيديتي. بيبقى أكتر دايما المسل ديزيز بيبقى بروكسيمال أكتر منه ديستال. في الفليكسورز أكتر من الإكستنسورز. تمام؟ وتلاقي العيان واخد فليكسور اتيتيود فليكشن اتيتيود. طيب وقلنا من شويه ان هو بيبقى حاجه اسمها ليد بايب بيبقى الريجيديتي كانه انت بتفرد في دراع العيان تبقى الريجيديتي على طول الايه على طول الحركه او كوج ويل يعني ايه يفك معاك وايه ويشد يفك ويشد يفك ويشد ده لان في لما يبقى العين عنده ايه بريدومينانت تريمورز مع الايه مع الريجيديتي ان فيقول لك الريجيديتي بتاعت العينين دول او الهايبرتونيا نوعين اما كوك ويل او ايه او ليد بايب وما تنساش الجيت ان هي شافلينج ايه جيت او بنقول عليها شورت ستيبج ايه جيت. طيب الانفستيجيشن ده دايجنوزس اوف ايه كلينيكال دايجنوستيك ده كلينيكال دايجنوستيك. طيب التريتمنت خلاص انت شخصت عيان باركنسون ممكن تعمل له ام ار اي عشان لو تشوف دي بيكتشر اوف انفكشن او انفلاميشن تشوف ريزيديوال للستروك. تمام ممكن بس هو الموست كومن diagnostic procedure clinical ايه ده. طيب التريتمنت بتاعه mostly medical. انت المشكله عندنا فين؟ زياده الدوبامين. انا اسف decrease في الدوبامين وزياده الايه؟ الاسيتايلكولين وزيادة الأسيتايلكولين. فأنت ممكن التريتمنت بتاعك إما تزود كافة الدوبامين أو تقلل كافة الأسيتايلكولين. عشان كده هتلاقي الأدوية عبارة عن أنتي كولينرجيك أو دوبامين أجونست أو حاجة تقلل الدوبامين إيه؟ دوبامين ديستركشن زائد مصل ريلاكسنت. طيب الانتيكولينرجيك ده بيتاخد اكتر في العيانين اللي عندهم بريدومينانت تريمور ودي بتيجي ام اس كيو يعني العيان لما يجي لك بتريمورز اكتر يبقى تكتب ايه انتيكولينرجيك دي بتيجي ام اس كيو لما العيان يجي لك بتريمورز اكتر تكتب انتيكولينرجيك. عيب الانتيكولينرجيك انها بتعمل دراي سكريشن منها دراي ماوث ودراي اي فيديك البلورينج اوف فيجن بلورينج اوف فيجن ودراي سكريشن وريتنشن اوف يورين سايد افكت بتاعت الانتيكولينرجيك كلها. طيب في دواء اسمه كوجنتين ماشي مش لازم نفتكر الاسم الدواء مش مشكله ولا حتى الدوز اهم حاجه انت بتكتب نمرة واحد انتيكولينرجيك في البريدومينانت في البيشنت في البريدومينانت تريمورز. تمام سايد افكت ريتنشن اوف يورين دراي ماوث اند بليرنج ان بليرنج اوف فيجن يبقى العينين دي مهمه جدا بريدومينانت تريمورز ام اس كيو انتيكولينرجيك. طيب العينين اللي عندهم برادي and rigidity predominant bradykinesia and rigidity يبقى انت تعالج ايه خط الدوبامين بندي اللي هو الايه حاجه اسمها الدوبامين بريكرس حاجات تزود الدوبامين زي الليفودوبا او الليفودوبا مع الكاربيدوبا الليفودوبا نزود الدوبامين او الليفودوبا زائد كاربيدوبا اللي هو الاسم الموجود مشهور بيه اسمه السينمات ماشي الليفودوبا او الليفودوبا مع الكاربيدوبا تمام دي بتيجي ام اس كيو بقى يعني الحته بتاعت التريمورز ندي فيها انتيكولينرجيك والليفودوبا والكاربيدوبا السينمات مع
مع البراديكاينيزيا والريجيديتي 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 تمام. طيب الدوبامين بريكورسر عيبه ان هو بيتكسر قبل ما يوصل البرين اللي هو بحاجه اسمها الديكربوكسيليز انزيم تمام. الكاربي دوبا لوحده اللي هو الليفو دوبا اسمه الكاربي دوبا او الليفو دوبا ما بيدخلش البلوت برين بارير تمام. فاحنا بندي معاه ديكربوكسيليز انهيبيتور ديكربوكسيليز انهيبيتور تمام اللي هو الايه الكاربي دوبا الليفو دوبا لما نزود معاها الكاربي دوبا تمام. الكاربي دوبا ده ديكربوكسيليز انهيبيتور بيقلل الدستراكشن بتاع بتاع الليفو دوبا فيعلى الكونسنتريشن بتاع الليفو لان الليفو دوبا بيبقى ديكربوكسيليتد تمام. الليفو دوبا ده الليفو دوبا لوحده ده دي دوبامين بريكرسر للدوبامين مش دوبامين ده بريكرسر للدوبامين يدخل البلود برين بارير يتحول لايه؟ يتحول لدوبامين تمام؟ انما في البريفرال سيركيوليشن بيبقى ديستراكتد في الايه؟ في الليفر ديكربوكسيليتد في الليفر. فاحنا بنزود عليه ديكربوكسيليز انهبيتور اللي هو الكربيدوبا بيحميه بس يبقى وظيفه الكربيدوبا ان هو بيحمي الليفودوبا من الديكربوكسيليشن او الديستراكشن في الليفر وبالتالي الكونسنتريشن بتاع الليفودوبا يعلى يحصل كروسنج لليفو دوبا للبلاد برين بارير يتحول لايه؟ يتحول لدوبامين. السايد افكت بتاعه ان هو ليه شويه سايكاتريك ديبريشن نمره واحد سايكاتريك مانيفستيشن يعمل ديبريشن نمره اثنين جي اي تي نوزيا وومتنج زي اي دواء في الدنيا نمره ثلاثه ممكن يعمل بالبيتيشن في السيفير كيسز او السيفير سايد افكت ممكن يدي ايه؟ أظهر اكسترا بيراميدال مانيفستيشن زي الكوريا. المهم جي اي مانيفستيشن سايكاتريك مانيفستيشن دي المهم دي الموست امبورتنت جي اي وسايكاتريك يجي بعد كده الكارديو فاسكولار او الايه نيورولوجيك اللي هي الايه الاكسترا بيراميدال زي الايه الابنورمال موفمنت. اللي بيجي ام اس كيو براديكاينيزيا اند ريجيديتي بستخدم مين الليفو دوبا او الايه الليفو دوبا مع الكاربي دوبا اللي اسمه السينمات. وظيفه الكربيدوبا ايه؟ بيقلل الدستراكشن في الليفر، بيقلل ان في دي كربوكسيليز انزيم بيكسر الليفودوبا في الليفر، فانت تدي مثلا 100 ملي جرام مثلا او 250 ملي جرام او 200 او 2 جرام هيستفاد مثلا ب 50%، انما لما تزود معاك الكربيدوبا هيستفاد بكل كل الدوز. يبقى نمره واحد الانتي كولينرجيك الكوجنتين، نمره اثنين الليفودوبا، نمره ثلاثه الليفودوبا مع الكربيدوبا. نمرة أربعة في حاجة بقى الدوبامين نفسه. دوبامين إيه؟ دوبامين أجونست ده بيروح على الإيه؟ على الدوبامين ريسبتور نشتغل عليها. تمام؟ دوبامين أجونست. دول الموست كومن فور دراجز دوبامين إيه؟ دوبامين أجونست. يبقى نمرة واحد أنتي كولينرجيك، نمرة اثنين الدوبا بريكيرسر زي الليفو دوبا. نمرة ثلاثة الدوبا بريكورسر لما يتزود معاها الكاربي دوبا اللي اسمه السينمات ليفو دوبا مع السينمات. نمرة أربعة أذر دراجز الدوبامين أجونست اللي هو الأمانتادين ده أنتي فايرال كان بيستخدم زمان في التريتمنت هيباتيتس بي دلوقتي ما عادش بيستخدم. لقوه شوية بيحسن الدنيا في الإيه بيقلل الأبتيك أوف دوبامين فبيزود الكونسنتريشن. يبقى الدوبامين أجونست والأمانتادين ومصل ريلاكسنت ده بقى الكلام ده تكملة للصورة بقى مصل ريلاكسنت. ممكن تقول بقى ايه في حاجة اسمها سيرجيكال line of treatment يعني ده في السيفير كيسز ده بيحددوا بقى الايه النيورو سيرجري يعمل حاجة اسمها يشيل الثلمس او جزء من الجزء من البيزل جانجليس بيزل جانجلي نيوكليوي
يعني مش هتفرق معانا، مش هيهمنا كتير، انما اهم حاجه الميديكال، بعد كده تقول السيرجيكال تريتمنت في السيفير كونديشنز، في السيفير ايه؟ في السيفير كيسز. تمام، يبقى ده جزء النيورو بتاع النهارده. الباركنسون المهم كان وقت الكيسز كان بيجي كيس، فاكيد هيجي ام اس كيو. الاكسترا الموتور نيورون ديزيز مهم كام اس كيو، ما يجيش كتير كيس زي، ممكن ما يجيش خالص. تمام، طيب ان شاء الله المره الجايه هنقول بقى الايه الابنورمال موفمنت، وناخد معاهم ال السيريبيلم السيريبيلر اتاكسيا، ونخلص بامر الله البريفرال ايه البريفرال نيرف يوم الايه يوم الاربع بامر الله. يبقى احنا كده فاضل لنا بعد الاربع فاضل لنا يوم او يومين كمان ان شاء الله، على الاسبوع الجاي نكون مخلصين النيورو والنيفرو باذن الله تعالى. يبقى فاضل لنا ايه حاجات بسيطه في الحاجات بتاعت سنه خمسه نقولها ايه نقولها بسرعه باذن الله تعالى. طيب نروح على النيفرو كده، النهارده هنتكلم على النيفروتيك، يعني انتروداكشن كده للجلوميرولار ايه جلوميرولار ديزيز. طيب تعال اقول لك بس ان الجلوميرولار ديزيز ممكن يبقى برايمري. لا 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 لا، السيرجري نوت بروفايد ا جود اوتكم. اول حاجه بتدخل في عيان سيفير كيس، نمره اثنين بيبقى البروجنوزز فيري بور، فالاوتكم ما يبقاش كويس، عشان كده بيبقى يعني تاني لاين ومحدش تقريبا بيروح له قوي يعني. طيب النفرولوجيك النفرولوجي هنقول النهارده الايه؟ نتكلم على الايه؟ النفروتيك والنفريتيك. الجلوميرولار ديزيز ممكن يبقى برايمري ان ذا جلوميرولس، او ممكن يبقى سكندري. سكندري لاي حاجه في الدنيا ممكن تعمل جلوميرولار ديزيز. الجلوميرولار ديزيز ممكن يبقى اللي هو النفريتيك والنفروتيك اللي هنقولهم دلوقتي. النفريتيك والنفروتيك على حسب الايه الديس اوردر، او على حسب الباثولوجي اللي موجود او الايتيولوجي، يعمل نفريتيك ولا يعمل ايه ولا يعمل نفروتيك. تمام، فهو ممكن يبقى يجي لك نفريتيك او يجي لك نفروتيك كبرايمري جلوميرولار ديزيز. يعني ايه برايمري جلوميرولار؟ مفيش نوت اسوشيتد وذ اني سيستميك ديزيز، لا سيستميك انفكشن ولا انفلاميشن ولا immune mediated ولا malignancy. ليه؟ لان مثلا عيان هيباتيتس سي او البي ممكن يجي معاه ممبرينس او ممبرينو بروليفرتيف، يجي معاه جلوميرولونفرايت. المالجنسي يجي معاه جلوميرولار انجري، سم هيريديتري اسف سم توكسيك زي الهيروين يجي معاه، الاتش اي في يجي معاه جلوميرولار. تمام، الدراجز زي الكابتوبريل او البنسلامين ممكن يجي معاها ايه secondary. عشان كده زمان لما كانت بتيجي cases بتاعت النفروتيك او النفريتيك يقول لك what's your differential diagnosis، يبقى تقول له other causes. نمره واحد لو هي نفريتيك يبقى تقول له other causes of nephritic syndrome. تمام، نمره اثنين other causes of glomerular injury اللي احنا بنقول عليهم بقى secondary، فكانت infection او immune mediated او drug induced للاتروجينيك أو due to infiltrative disease زي الأميلودوز أو الديابيتس أو الميتابوليك أو malignancy زي الليمفوما أو المالتيبل مايلوما أو السوليد تيومر. تمام؟ والإنفكشنز الفيرال أو البكتيريا، البكتيريا اللي هو الموست كومن البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس. تمام؟ طيب النفريتيك والنفروتيك كلمة واحدة مهمة جدا في الباثولوجي. تمام؟ إن النفريتيك ده عبارة عن acute inflammatory condition. acute inflammatory condition of the glomeruli. انما النفروتيك ده مشكله في الايه؟ في التشارج، الشحنات اللي موجوده على البيزمنت ميمبرين. في البورز، في ديفكت في البورز بتاعت الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين،
فيزود الليكج بتاعت النفرو بتاعت الجلوميرولس ميمبرين فتلاقي فيه بروتينوريا. البروتين استنزل في الايه؟ في اليورين. انما مفيش انفلاميشن. يعني ايه مفيش انفلاميشن؟ هقول لك ان دايما عيان النفرتك يعني عيان البوست كوك النفرايتس تلاقي العيان عنده جنرال فيتشرز اوف انفلاميشن. يعني هتلاقي فيفر، انوركسيا، هيديك، ماليز. الله، مع ان بوست ستريبتوكوكال عدى من 3 اسابيع تمام، بس العيان جاي لك بالنفرتك تلاقي العيان ال تلاقي العيان عنده لو جريد فيفر، الانفلاماتوري سيمتومز، فيفر وانوركسيا وهيديك، والهيديك والايه والماليز. عيان النفروتك لا، عيان النفروتك يدخل لك العياده يا دكتور انا رجلي بتورم وما عنديش سكر، ما عنديش الكبد، ما عنديش اي مشاكل في القلب. تعمل العيان يورين اناليسيس اللي عنده 5 جرام. تاخد العيان رينال بايوبسي يقول لك ايه؟ نيفروتك سندروم. ما عندوش فيفر، ما عندوش انوركسيا، ما عندوش هيدك، ما عندوش ماليز. النيفريتك بيبقى الانفلاماتوري كونديشن في الجلوميرولاي، اي انفلاميشن يساوي ديستراكشن. ديستراكشن اوف ذا جلوميرولاي انجري يعني. حاجه بتخبط في الجلوميرولاي، عشان كده العيانين دول زي ما تلاقي عندهم بروتين في اليورين بس مش بكميه الايه النفروتك، تلاقي عندهم ما هو ده انفلاميشن وديستراكشن. يعني ايه؟ يعني هتلاقي بلاد في اليورين، العيان متعور يعني في الاخر، الجلوميرولاي مخبوط تمام. هتلاقي بلاد اما في صوره ريد بلاد سيل او ريد بلاد سيل كاست أو deformed red blood cell. عشان كده عيان بقول لك ده inflammation. inflammation يعني إيه؟ يعني destruction في الجلوميرول. إنما النفروتك مفيش blood ومفيش red blood cell cast تمام؟ إنما المشكلة إن العيان في النفروتك بيبقى المشكلة بروتينوريا، فالليفر يطلع كوليسترول كتير عشان يحاول يعوض الانترا فاسكولار لوس اوف بروتين، لان البروتين اوزموتيك، فيحاول يعوض اللوس بتاع البروتين ده فيطلع كوليسترول، فالعيان عنده هايبر كوليستروليميا تنزل في اليورين ان ذا فورم اوف فاتي كاست. فاتي ايه؟ فاتي كاست. طيب البروتين لما تنزل في اليورين في النفروتك يقل الانكوتيك بريشر تمام؟ فيحصل ايه؟ يقل الانكوتيك بريشر انترا فاسكولار، والبروتين في الاكسترا فاسكولار سبيس زي ما هي، فالانكوتيك بريشر يحصل امبالانس ما بين الانكوتيك بريشر انترا فاسكولار اكسترا فاسكولار، فيحصل ايه؟ اديما. طيب الاديما اكتر بتبقى في الايه؟ ممكن تبقى في اللور ليم صح؟ بس اكتر يقول لك ان الاديما اوف رينال اوريجن تبقى دايما بيري اوربيتال اديما اراوند ذا اي. عيان يصحى الصبح يقول لك عيني مورمين، ايدي مورمه، في النون ديبندنت ايديما، وبالتالي ممكن تبقى موجوده في الايه؟ في الديبندنت ايه؟ في الديبندنت اريا. يبقى الباثوجينيسيس بتاعنا بتاع النفروتك بروتينوريا، الليفر يطلع كوليسترول فبيزود الايه؟ الاسيدوسكليروسيس، يزود الريسك اوف ثرومبوزس تمام؟ والبروتين ينزل في اليورين سواء كان بروتين او البومين فيعمل لنا اديمه. لا ده مش ده ما لقوش بس ان الايفكت بتاع البروتين بس الكوليسترول والانكوتيك بريشر والاديمه، ده البروتين كمان، مش البروتين والالبومين ده، ممكن تلاقي الكارير بروتين، يعني ممكن تلاقي الترانسفيرن اللي هو بيشيل الحديد بينزل في اليورين. عشان كده العيانين دول بتلاقي ممكن تلاقي عندهم ريزيستنت ايرن ديفيشنسي انيميا، لان ما عندوش كارير بروتين. وايه تاني؟ قال لك في بروتين سي وبروتين اس. بروتين سي وبروتين اس اللي تنزل في اليورين دي او الانتي ثرومبين 3 اللي بينزل في اليورين، كل دول اسمهم ناتشرال انتي كواجلانت. يعني البروتين سي والبروتين اس والانتي ثرومبين 3 ده ناتشرال انتي كواجلانت. الله، يعني لما يقل الليفل بتاع الناتشرال انتي كواجلانت يعني يزيد الريسك اوف ايه؟ ثرومبوزس. عشان كده عيانين النفروتك سندروم يزيد عندهم الريسك اوف ايه؟ ريسك اوف ثرومبوز. ده الباثوجينيسيس. عشان لو اتسالت عن الباثوجين بتاع النفروتك سندروم، البرايمري ايفنت بروتينوريا. البروتينوريا بسبب الايه؟ انكريز في الويدث اوف ذا بورز بتاعت الجلوميرولوبيزمال ميمبرين، فتعدي كل حاجه من البروتينز.
تمام. في ناس تقول لك البروتينوريا نون سبيسيفيك وسبيسيفيك. سبيسيفيك يعني الالبومين بس، نون سبيسيفيك اللي انا بقول لك عليها اللي هي الايه الاذر كارير بروتين والايه ناتشرال انتي كوجولانت. انما الباثوجينيسيس في النفريتك مختلف، ده انفلاماتوري ديستراكشن اوف ذا جلوميرولاي. الانفلاماتوري ديستراكشن اوف ذا جلوميرولاي بي ايه ريليز انفلاماتوري ميدييتورز، فيخلي العيان يبقى ايه، يبقى جنرالي ايل فيفر انوركسيا هيديك مالينز، وينزل في ال وينزل في اليورين بلاد ريد بلاد سيل ريد بلاد سيل كاست وديفورمد او ديسترويد ريد بلاد سيل. ليه ديسترويد؟ ايوه لان انت عندك الجلوميرولار بيزمنت ممبرين ديستراكشن، فالريد بلاد سيل وهي بتبقى فلتر في الجلوميرولار بيزمنت ممبرين بيحصل لها ايه، بيحصل لها ديستراكشن، وبتنزل الريد بلاد سيل تمسك في الكاست اللي هي ناتشرالي بريزنت عباره عن السكريتد بروتين بتاعه التوبيول، فتتعلق تلزق في الكاست ده فيديك الريد بلاد سيل كاست. تمام. طيب البروتينوريا، ايوه في بروتينوريا بس هي اقل من الايه، من النيفروتيك سيندروم. ليه؟ لانها عباره عن ايه، البروتينوريا بتنزل بسبب الدستراكشن بس، بسبب الدستراكشن بس. فتلاقي ال 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 ال, ال, ال الكمية بتاعت البروتين في النفروتك 3 جرام او اكتر من 3 جرام او اكتر من 3.5، انما في النفروتك اقل من 3 او ايه، او اقل من 3.5. احنا بنقول على النفروتك رينج بروتينوريا والنفروتك رينج ايه، والنفروتك رينج بروتينوريا. يبقى ده الباثوجينيسيس بتاع الايه النفروتك والنفروتك سندروم. تمام. المرة الجاية بأمر الله، يعني عشان لما يجي لك عيان بيجي سؤال ايه الباثوجينيسيس بتاع النفروتك من النفروتك سواء في الشفا، طيب نقول كمان عيان النفروتك تلاقيه هايبرتنسيف، ايوه لان ده في ديستراكشن في ريليز في انفلاماتوري ميدييتورز. تمام. وتلاقي اوليجوريك، ايوه لان الجلوميرولار سيرفيس اريا، السيرفيس اريا بتاعت الجلوميرولار بيزنت ممبرين قلت بسبب الدستراكشن، انما النفروتك سندروم ما تلاقيش عنده اوليجوريا الا فيري ليت وادفانسد. النفروتك ما تلاقيش عنده هايبرتنسيف، عشان كده عيان النفروتك بيجي بالقصه التيبيكال يقول لك يا دكتور انا لون البول بقى احمر وغامق زي الشاي. لا، ممكن يبقى وصفه ادق يقول لك بيبقى ممكن زي الكوكا كولا ده نمره واحد، او زي الشاي، او ممكن يبقى يقول لك احمر زي الدم ده نمره واحد. نمره اثنين ضغطه عالي، عندي صداع بسبب الضغط. نمره ثلاثه كميه البول قلت، يبقى اوليجوريا هايبرتنشن دارك كالرد بلاد يورين، او يقول لك عليه سموكي يورين. تمام. او تي كالر يورين او كولا، ككل اهم حاجه يبقى فيه دارك كالر يورين. تمام. وتعمل يورين اناليسيس تلاقي البروتينز 2 جرام 1.5 جرام 1 جرام، ده يبقى ده الاكيوت نفريتك سيندروم. دايما النفريتك سيندروم بنقول عليه اكيوت جلوميرولونفريتس معناها نفريتك، انما النفروتك ما فيش حاجه اسمها اكيوت لان ما عندوش اكيوت انفلاماتوري manifestation، معنوش acute inflammatory acute inflammatory condition. تمام. الadvanced stage of nephrotic ممكن يجي لك nephrotic manifestation nephrotic range of protein، يعني مثلا عينين systemic lupus ممكن يجي لك nephrotic symptoms. تمام. بسبب lupus nephritis injury inflammatory destruction، عدى بلود، عدى بروتين، عدى ريد بلود سيل كاست، عدى وعند العيان لو جريد فيفر انوركسيا وهيديكو ماليز، وعنده كمان الايه هايبرتنشن. طيب الدستراكشن شغال، دستراكشن شغال، دستراكشن شغال، فيعدي بروتينز اكتر، يعدي بروتينز اكتر، يعدي بروتينز اكتر، يوصل معاك للنفروتك رينج بروتينوريا. ده اللي بنقول عليه في عيانين بيجي لك العيان لوبس نفروتك نفروتك، يعني يبدا نفرتك ويكمل ايه نفرتك. التيبيكال اكزامبل او اللي هو سيستميك ايه لوبس، سيستميك ايه لوبس، يبقى العيان جاي لك نفرتك ويكمل ايه، يكمل نفرتك بسبب الكونتينوس ديستراكشن اوف ذا ايه، او الكونتينوس انفلاماتوري ديستراكشن اوف ذا جلوميرولار
بيزمنت ممبرين. يبقى في الاول بدأ بنفريتيك رينج بروتينوريا، بعد كده يكمل كنفروتيك رينج بروتينوريا. من الكوزس اوف اكيوت كيدني انجري الاكيوت جلوميرولونفرايتس، من الكوزس الكومن كوزس اوف كرونيك كيدني ديزيز الكرونيك جلوميرولونفرايتس، ان الموضوع بقى ايه بقى العيان عنده كرونيك جلوميرولونفرايتس بسبب ريكيرنت اتاكس اوف اي نفريتيك او جلوميرولار جلوميرولار انجري. الجنرال انفستيجيشن بتاعت عيان النفروتيك او النفريتيك واحد بيزك سي بي سي اس ار سي ار بي تو دايجنوز دايجنوز جلوميرولونفرايتس اون دايجنوز الكوز اوف جلوميرولونفرايتس. جلوميرولونفرايتس يبقى هتعمل ايه اللي هو المانيفيستاشن بتاعت الاكيوت او كرونيك ديزيز، كيدني فانكشن تيست، يورين اناليسيس، ايميجينج ابدومينال الترا ساوند، تمام، ورينال بايوبسي. رينال بايوبسي عشان دايجنوز ذا كوز، ونشوف بقى ايه حاجات الايه الكولاجين زي الكومبلمنت او الفيرال ماركرز الهيباتيتس بي والسي اتش اي في، انفستيجيشن المالتيبل مايلوما، انفستيجيشن الدايابيتس، انفستيجيشن السيستميك ايه لوبس تو ديتكت كومبليكيشن. نفس الكومبليكيشن بتاع الاكيوت كيدني انجري او كرونيك كيدني ديزيز، الاسيدوزس نعمل ارتيريال بلود جاز والايه والالكترولايت ابنورماليتي. في العينين نفروتك نشوف الليبيدز الليبيد بروفايل عشان هايبر كوليستروليميا، ونشوف السيرم بروتينز والبومين عشان الايه الهايبوبروتينيميا والهايبو البومينيميا. موضوع ايه يعني هو اهم حاجه الباثوجينيسيس الانفستيجيشن بيزك سبتا والايه والتريتمنت هيبقى ايه برضو ثابت ما عدا حاجات معينه هنبدا ايه نغير. الكلام اللي انا قلته ده مهم، دي انترودكشن للنفروتيك والنفريتيك ان شاء الله باذن الله. وقلنا الفرق ما بين النفروتيك والنفريتيك، جميل. عيان النفروتيك خد بالك المشكله كلها في الايه في البروتينوريا، فيش انفلاماتوري ديستراكشن، عشان كده ما تلاقوش عنده ايه كرونيك كيدني ديزيز او اكيوت كيدني انجري، ما يبقاش عنده اكيوت كيدني انجري، ممكن يديفلوب كرونيك كيدني ديزيز فيري ليت ليت. عين النفروتيك يعني عين النفروتيك في الاول يجي لك بنورمال كيدني فانكشن تيست حلو، انما عيان النفروتيك لا ده اكيوت كيدني انجري. خد بالك عين النفروتيك سندروم ايه اكيوت كيدني ديزيز. ان شاء الله باذن الله على الاربع بامر الله تعالى بدون مقاطعه ناخد النفروتيك والايه والنفريتك. يبقى ان شاء الله برضو نظبط حالنا كده ان احنا نخلص النفرولوجي مع الايه مع النيورو.